أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي نساء غيرنا العالم. شخصية اليوم شاعرة فلسطينية أردنية تعد من أهم الشاعرات عصرها، كانت نموذجا يحتذى به فيما يتعلق بالحديث عن قضايا المرأة في المجتمع والتجارب الأنثوية في الحب والثورة على المجتمع. لها الكثير من القصائد، وكان شعرها أساسا في الحث على الثورة، وهذا ما دفع الدارسين والباحثين في مجال الأدب المعاصر إلى تأليف الكتب والإطروحات الجامعية عن حياتها وشعرها. إنها الشاعرة فدوى طوقان. ولدت في عام 1917 بمنطقة نابلس بفلسطين. كانت الابنة السابعة في أسرة مكونة من 10 أبناء. عاشت في مجتمع عرف عنه في تلك الفترة تهميش المرأة واضطهادها في المجتمع وجعلها تابعة للرجل، وهذا ما قالت فيه فدوى طوقان: كان على المرأة أن تنسى وجود لفظة لا في اللغة، أما نعم فهي اللفظة الببغاوية التي تتلقنها منذ الرضع لتصبح فيما بعد كلمة صمغية ملتصقة على شفتيها مدى الحياة بأكملها. حياة فدوى طوقان الدراسية فقد بدأت من المدرسة الفاطمية في نابلس. قضت فيها سنواتها الثلاث الأولى، بعدها انتقلت إلى المدرسة العائشية في نابلس وظلت فيها حتى الصف الخامس، وكانت هذه أفضل مرحلة في حياة فدوى طوقان. المرحلة التالية من حياتها أصبحت أصعب، فقد منعت من إكمال دراستها وحكم أخوها عليها بالإقامة الجبرية في المنزل بعد أن وشى له أحد المعارف بأن شاباً مراهقاً أهدى أخته فدوى زهرة ورد. كان هذا الموقف بالإضافة إلى نظرات عائلتها المشككة دوماً ومعاملتهم المتحفظة معها سبباً في حالة سيئة عانتها فدوى بعد ذلك، إذ كانت تسير دوماً متأطئة الرأس غير قادرة على رفع عينيها في الوجوه المليئة بالكراهية والعبوس لها صباحاً ومساءً. كان للشاعر إبراهيم طوقان دور فاعل في حياة أخته فدوى بوصفه أخيها، فقد انتشلها من الحالة النفسية السيئة التي عاشتها عندما انتبه إلى حبها لكتابة الشعر، فكان موجها لها ومرشدا لها أيضا لكيفية كتابة الشعر ونظمه باحتراف. وقد نشرت فدوى أول ما كتبته في موقع عرف باسم دنانير في مجلة الأمالي اللبنانية دون أن يعلم شقيقها، بعد أن انتقلت للعيش معه في القدس، فكان خبر النشر مبهجاً لها فيما بعد، كما نشرت أيضاً في مجلة الرسالة المصرية. بعد وفاة إبراهيم طوقان تحولت حياة فدوى طوقان إلى سجن في نابلس سمته بقمقم الحريم،
فكان لابد لها أن تعيش من خلال اتخاذ الكتاب أنيساً لها. وفي أربعينيات القرن الماضي أخذت تنظم القصائد الوطنية وتشارك في الحياة الثقافية. لقد كانت حياتها مليئة بالنشاطات الأدبية والاجتماعية، فشغلت منصب عضو في مجلس أمناء جامعة النجاح بنابلس، وشاركت في عدد من المهرجانات العربية والأجنبية والمؤتمرات الدولية. وفي مسيرتها الأدبية حصلت على العديد من الجوائز، كان منها جائزة رابطة الكتاب الأردنيين، جائزة سلطان العويس، جائزة ساليرينو للشعر من إيطاليا، وسام فلسطين، جائزة مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري، جائزة كفتيس الدولية للشعر، وجائزة الفلاحة من جامعة ديهو. لقد كانت فتوى طوقان خلال مسيرة حياتها أصدرت العديد من الكتب والمؤلفات، خاصة المجموعات الشعرية، كان من أبرزها قصيدة بعنوان وحدي مع الأيام عن دار نشر للجامعيين في القاهرة، مجموعة شعرية بعنوان وجدتها عن دار الآداب ببيروت، مجموعة شعرية بعنوان أمام الباب المغلق الليل والفرسان عن دار الآداب في بيروت، مجموعة شعرية بعنوان على قمة الدنيا وحيدا تموز والشيء الآخر واللحن الأخير عن دار الشروق في عمان. أما الأعمال النثرية التي صدرت خلال مسيرة حياتها فكان أبرزها أخي إبراهيم عن المكتبة العصرية في يافا، سيرة ذاتية بعنوان رحلة جبلية رحلة صعبة عن دار الشروق، الجزء الثاني منها كان بعنوان الرحلة الأصعب عن دار الشروق في عمان، والتي ترجمت إلى الفرنسية أيضاً. عرف الشعر في حياة فدوى طوقان بمرحلتين، المرحلة الأولى كانت مرحلة التقليد في بداية كتابتها الشعرية، أما المرحلة الثانية فكانت مرحلة النضوج الفني، وفي المرحلة الثانية كان لشعرها مجموعة من الخصائص، خاصة ما ظهر من خصائص الشعر الحر شكلاً ومضموناً، كان منها التنويع في الصور الفنية وجدتها، نوعت في قافية القصيدة الواحدة أيضاً، فاستخدمت القافية المزدوجة والرباعيات، نوعت بين وحدة البيت والبيتين إلى أن وصلت إلى وحدة القصيدة. جددت في الموسيقى الشعرية فقسمت القصيدة إلى أقسام وجعلت لكل قسم قافية، نوعت في النغمة الموسيقية وكانت بنية القصيدة بنية حية، نوعت في الوحدة العضوية في القصيدة وظهر في شعرها ملامح الأدب النسوي، وأصبحت الصور الفنية أوضح، إضافة إلى تحولها تحولاً واضحاً من التيار الرومانسي الشعري إلى التيار الواقعي. لقد كانت حياة فدوى طوقان نابضة بالشعر الذي يتناول قضايا وطنية مجتمعية مختلفة،
أهمها قضية المرأة التي عانت هي من أسرها، وفيما يأتي استعراض سريع لبعض من قصائدها. ففي قصيدتها الشعرية بعنوان لحظة تقول فدوى طوقان: منيتي صمتا هدوءا، لا تقل لي كان أو سوف يكون، لا تحدثني عن الأمس ولا تذهب لغد، هذه اللحظة عندي ما لها قبل وبعد، لم يعد للزمن المحدود عندي أي معنى، فقد تلاشى الأمس أصداء وظلا. في مقطع آخر من قصيدة لها بعنوان أحبائي، وهي قصيدة وطنية يلحظ أنها كتبتها بشعر حر أو ما يعرف باسم شعر التفعيلة، تقول فدوى طوقان في هذه القصيدة: مسحت عن الجفون ضبابة الدمع الرمادية لألقاكم، وفي عيني نور الحب والإيمان بكم، بالأرض بالإنسان، فوا خجلي لو أني جئت ألقاكم، وجفني راعش مبلول، قلبي يائس مخذول، وها أنا يا أحبائي هنا معكم، لأقبس منكم جمرة لآخذ يا مصابيح الدجى من زيتكم قطرة لمصباحي. ومن قصائدها أيضاً والتي نظمت على شعر التفعيلة قصيدة بعنوان قيود غالية، تتحدث فيها عن حب المرأة، وهي من القصائد الأنثوية النابعة من التجارب الأنثوية في حياة فدوى طوقان. قصيدة بعنوان أضيق، وتقول فيها: أضيق بأغلال حبي فأمضي وتمضي معي ثورتي، أحاول تحطيم تلك القيود ويمضي خيالي، فيخلق لي عنك قصة غدر لكيما أبرز عنك انفصالي وأقضيك عني بعيدا، لعلي أعانق حريتي وأقطع ما بيننا، غير أني أحس إذا ما انفصلنا كأني لفظت وراء حدودي الوجود. ومن القصائد التي نوعت فدوى طوقان في قوافيها بعد تقسيمها إلى عدة أجزاء ولكل جزء قافية، قصيدة بعنوان خريف ومساء، والتي قالت فيها: ها هي الروضة قد عاثت بها أيدي الخريف، عصفت بالسجف الخضر وألوت بالرفيف، تعس الإعصار كما جار على إشراقها، جردتها كفه الرعناء من أوراقها، عريت لا زهر لا أفياء لا همس حفيف. أكثرت فدوى من الكتابة في الشعر الحر، ولكن لم يمنعها ذلك من كتابتها للقصيدة العمودية. ومن القصائد العمودية قصيدة أشواق حائرة، والتي قالت فيها: ماذا أحس هنا بأعماقي ترتج أهوائي وأشواقي، بألف إحساس يحرقني متدافع التيار، دفاق ألف انفعال، ألف عاطفة محمومة بدمي وبأعراقي، ماذا أحس؟ توفيت الشاعرة فدوى طوقان في عام 2003 عن عمر ناهز 80 عاماً، تاركة خلفها رصيداً وفيراً من المؤلفات الأدبية والقصائد الشعرية.
إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم لنهاية حلقة هذا الأسبوع. انتظرونا في الأسبوع القادم مع شخصية امرأة كان لها بصمة عبر التاريخ.